انت بعد ما نزلت الماتش الاولاني كابتن على نادي الترسانة، نادي الترسانة كمان كان نادي طبعا كبير، اه مالي لعبت، كان حظك واسع على نادي الزمالك باستمرار يا كابتن. اه على الله. كابتن الله. كان جبت فيه كام جول تقريبا؟ انا جبت في نادي الزمالك، لما ننساش بس كابتن حسن حمدي كمان اهو، انا جبت حوالي 9 تجوال في الدوري، 9 تجوال في نادي الزمالك بس، وماتش حب ماتشات حبيه اه كلهم في ألضو الا جول واحد في سمير محمد علي. نعم. سمير محمد علي اه، انما كلهم في ألضو، كلهم في ألضو، لدرجه ان ألضو بعد كده اختارونا في منتخب القاهره، كنا هنلعب فريق منتخب ستوكهولم، فهو يقدر يلعب في ماتش، ده مش دولي يعني. هي دي الاغنيه اللي طلعت قال لك شالوا ألضو جابوا شاهين بسبب الاجوال دي، فهو صوت عليه كتير فيصد، فخرجنا بعد التقسيمه بقول له خواجه ولا جول، قال لي حبيبي دي واخد تمرين، واخد ماتش كله بيجي. هو بقى متعقد شويه بس هو كان شخصيه ظريفه جدا. وبالمناسبه اما رحت المانيا في الكورس، فكانت مراتي الله يرحمها، الله يرحمها، راحت لنعمان، كان ايامها عبد المجيد مان الله يصحى، كان الله يرحمه كان عنده لاسلكي وبتاع في ايام الاتصالات يعني. أيوة اتصل بيا لسه الاتصالات في مصر هنا لسه. فكان ألضو عنده، عنده في كان عنده ساعتها، فقال لها ايه اتصل مين ده، هو ده من دلوقتي مع الناس البلوند والمش عارف ايه. ولا يفتكرك محضر خير يعني. بتحكي لي يعني. فكان ألضو ظريف جدا، وهو كان جول كبير جدا من بعيد ممكن تسجل فيه.